بفيديو سابق حكينا كيف نقدر نحافظ على العلاقة لو شو ما كانت، إن كانت بين حبيب حبيبة رفقة أهل، إنه العلاقات هي علاقات بحياتنا اليومية. هذا الجزء الثاني يلي هو كمان 5 نصائح كيف فينا نحنا نحافظ على علاقتنا. بشجعكم إنكم أنتوا تكفوا الفيديو للآخر لأنه في كتير نصائح مهمة لحياتنا اليومية. ما تنسوا تعملوا لي فولو على الإنستغرام وكمان كومنت تحت إذا عندكم حيلا اقتراح. شاهدوا للآخر. نصيحة من النصائح إنه يكون عنا وقت لنظهر فيه مع رفقاتنا بدون شريكنا، لأنه هيدي كتير مهمة. نقدر نحنا نفش خلقنا، نكون كمان على طبيعتنا أكتر وأكتر، يكون عنا وقت لحالنا وقت لرفقاتنا. مش بس هيدي بتفيد علاقتنا مع حبيبنا أو مع حبيبتنا، بس هيدي كمان بتفيد علاقتنا مع أصحابنا، لأنه في كتير منا بس يفوتوا على علاقة حتى لو كانت يمكن معظم الأحيان العلاقات الجدية بتأثر على صحبتنا أو على رفقاتنا، وهذا الموضوع نحنا ما بدنا نربح شيء على حساب شيء تاني. كرمال هيك إنه يكون عنا وقت مع أصحابنا لحالنا بدون شريكنا موضوع أساسي، وإذا كان شريكنا كمان هو أصحاب مع أصحابنا فينا نعمل معهم دهرات بوقت تاني. الاهتمام حتى لو كان بالأمور الصغيرة، يعني إذا نحنا لنقول بنعرف إنه يمكن بحب أو بتحبنا نحط هيدا الريحة، أو مثلا بينزعج إذا عملنا هيدا الشغلة، أو مثلا هيدا الأكلة. اهتمام هو مش والله فرشنا سجاد احمر وحطينا كل الورود على الارض وخلص علقنا تماثيل لبعض. لا، انا برايي الاهتمام هو بالقصص الصغيره مش بالكبيره. القصص الكبيره لها وقتها. الثقه، وبس نقول الثقه ما بنحكي بس عن الثقه بالنفس، هي طبعا مهمه بالعلاقه انه احنا نكون واثقين من حالنا. لو بس نكون واثقين من حالنا نرجع للفيديو الاول وبنقول انه بنكون واثقين من مبادئنا من قراراتنا و و و بس الثقه هي بالشريك الثاني. كيف نحن فينا نكون مع حدا مش واثقين منه؟ بس انتبهوا، في كثير منا بيعانوا بحياتنا اليوميه من مشكله ثقه. ما تخلوا هذا الموضوع يلخبط او ياثر على ثقتكم بالبارتنر اللي لكم. الراحه، حلو نكون مع شخص بيريحنا، بس نحكي معه عم نرتاح، بس نفكر فيه عم نرتاح، بس نظهر معه عم نرتاح. مش مثلا يا الله ما مش عارفة انا اذا بدي اقول له هيك شو بدي اقول، او اذا بدي صارحه بهيك او شو بدي اقول او او او. هذا عكس العلاقة الصحية. اخر نصيحة هي انه نكون تشير ليدرز لبعض. عرفتون يلي بنعمل تشير ليدنج لبعض بحيالة شيء. هذا غير السبورت. السبورت احنا موجودين، انا حدك انا حدك لو شو ما كان، بنعطيهم ثقه بحالهم اكثر، نحكيهم كلام حلو. بس تشير ليدنج يعني مثلا اذا نحن عارفين انه هو لنقول عنده كونفرنس بده يروح لمحل، اذا بنعرف انه هي لنقول عندها امتحان بمحل جديد بمرحله جديده، نكون نحن اول الواصلين لهنيك، او مثلا نسال ندق. هذا هو التشير ليدر الصح، يعني هذه هي العلاقه الصح. ان شاء الله تكون فدتكم هيدي الحلقه. كتير بفيدونا هدول النصايح بحياتنا اليومية بعمرنا كمان. يلا بشوفكم بالفيديو الجاي.